السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل فتة شاورما، وهي معايا دلوقتي نص كيلو لحمة متقطعة شرايح كده، فلفل اسود وسماق وجوزة الطيب وقرفة وخل وشوية ملح بسيطة، ادي نص معلقة بس، جوزة الطيب، معلقة كبيرة فلفل اسود، متنسوش البصل وطبعا الزيت، السماق، ادي السماق اهو، وقرفة معلقة كبيرة، ودي والخل، ودي نص كوباية خل، وهنقلب المكونات دي كلها على بعضيها، هنقلبها كده، وهسيبها حوالي نص ساعة. ممكن تحط لها زيت، وممكن انا بحبش احط الزيت، انا هحطه كده كده في التشويح. وكون محضرة عيش لبناني ومعايا الزبادي عشان اعمل فتة الشاورما. اجي بقدح الزيت قوي، حطه حوالي 4 معالق، اسيبهم يتقطحوا قوي. الزيت سخن، اضيف عليه الشاورما من غير الصوص بتاعها اللي هو الخل، اللي هو الخل كده، بعد كده احمر العيش، حط العيش يتحمر على مرتين. عايز العيش احمر اهو، هشيله اهي بكة ميتها وهوطي عليها وغطيها عشان تشرب ميتها وتشرب الصوص بتاعها. اجي العيش اتحمص كله، اجي الشاورما شربت ميتها خالص، فبحط لها شويه الخل اللي فاضوا، ممكن احط بعدين تاني. احط شويه الخل واحط بصل اهو، شويه البصل دول، وهغطيها برضو. ضايفة بصلتين كبار عشان يبقى طعمها حلو، وهسيبها تحمر. انا بغطي بسنية يا جماعة عشان الصينية كبيرة، ما يكونش تقطيع البصل رفيع، لازم يبقى تقطيع البصل كبير في الشاورما زي ما انتم شايفين. والبصل والشاورما هم بيتحمروا مع بعضيهم. شوف اللحم استوت ولا لا، اهي داخلة على السوا، وانا مغطية عليه، مغطية عليه قوي. الشاورما تحفة، بسم الله ما شاء الله، اهي واستوت قوي.
وبقت جميلة. واحنا هنحضر طبق الشاورما. هاي ادي فضي عيش الشاورما عشان نعمل فتة الشاورما. فتة الشاورما وهحطها اهي. فضيت الشاورما كلها اهي اللي احنا عملناها على العيش. وهجيب الزبادي وهنحط عليها الزبادي كده. وهنفرده عليها. لو في بقى شوية لوز تتحط عليها تبقى جميلة جدا. هنحط حبة لوز اهي. حطينا عليها اللوز المحمر ادي. فتح الزبادي وبالهنا بالشفا. ألف هنا.